اعمل حشوتها اهو عشان تتدلعي اهو زي ما انت عايز. مساء الفل عليك يا لميس، ومساء الفل على كل الساده مشاهدينا. مساء الفل. حاطط معلقه الزيت، وادي بصل وكرنب وفلفل الوان وفلفل الوان وجزر مبشور، وعندي توم وزنجبيل مهمين جدا. حكايه. اه يا مسهل، الله المستعان. بعد كده يا لميس انا معاك. بص يا لميس، عندي قطعتين ثلاثه اربعه حسب افراد اسرتي. فلفل مجروش فقط لا غير. وثبتي عليها كده الفلفل. ده الستيك، قطع الستيك من انتر كوت عشان الدهن ده الفات ده. بصي كده الدلع ده. والتيبون طبعا يا جمالها. يا دلعك. تحسه كان جزار. استاذ والله. يعني تحسه عارف كل حته في القطعيات. والله ده شوية ملح. معقول اما هو حافظ الكلمات وبس؟115. بص كده ملح وفلفل تمام. بصي بقى التريك، احط لها مكعبين ثلاثه زبده. خدي بالك من الصدمه من التشوك. هنا انا حطيت زيت عشان الحشو بتاع السبرينج رول. بصل احمر شرايح جوليان زي ما انت شايفه كده قدامك، وارجع هنا للزبده عشان المشروم مع بعض كده بالراحه. ناتج التسوية اللي هيطلع منها هدي لها مارك. عشان ايه حسن المارك ده؟ بس انت هنا كارمها بالزبدة. انا بحب اكل زبدة كتير، الزبدة الطبيعية دي بتبقى محصلة فيتامين دي. الله ينور عليك. عايزة حاجة؟ لا. مش كفاية اللي انت عملتيه في الفاصل؟ عملت ايه يا شيف؟ تعالي بقى، تعالي كده. بصي الزبدة يا زبدة. تعالي بقى بصي. الله ربنا يسعدك ويبسطك كده على طول. اهو تشك بس. بصي بقى، بصي يا استاذ، انت قلتي لي انت كرمها بالزبده ليه بقى؟ بصي هعمل ايه كرم بالزبده. بصي الزبده تطلعيه في طبقك. لا يا فندم هاخد نص حته بس. بصي بقى عشان ادوق. اسقي 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 كده. بصي كده اسقي وانت شغاله كده. تجيبي بقى العدد اللي انت عايزاه حسب ضيوفك وكله مع بعض. والحشو هنا بتاع السبرينج رول، حطيت البصل الايه؟ الاحمر بتاعي اهو يا جمالك. يا جمالك. وهنا عندي القطع بتاعت الايه؟ الستيك. اديتها ايه بهاراتها يا لميس؟ ملح وفلفل مجروش فقط لا غير. حلو قوي. حلو قوي. خدي بالك اللحمه ناعمه بشكل ما تبوظهاش بكتر البهارات، خدي بالك من النقطه المهمه دي. هنا ازاي السوى عامل كده؟ يعني ازاي دايبه كده؟ اهو بصي اهو، هو اوريدي السمك بتاعه اهو، والزبده انت قلتي دلوقتي الزبده كتيره، لا مش كتيره. هو الستيك ده بيحب الايه؟ الزبده. بيحب الزبده، وبعدين انت اوريدي هتعملي ايه؟ هتاخدي ناتج التسويه دي وتعملي فيها الصوص. اه طبعا ممكن سبده بلدي حسن. بصي بقى عملت ازاي؟ اروح جاي برضو اعملها ازاي؟ الملح وفلفل فقط لا غير؟ واتفقتي معاكي ما ايه؟ ما تبوظيش اللحمه بايه؟ بالبهارات. طيب نبدا بالرير او اللي هي بتبقى شبه نيه. شبه نيه اهي بالظبط. هي دلوقتي اتنين. في المرحله دي؟ دقيقتين اتنين. وتتقطع عادي كويس؟ عادي خالص، قطع زي ما ناعمه لان اللحمه ناعمه نفسها. التركه المهمه زي ما انت شايفه كده قدامك ايه؟ خلاص اجيب الصاج بتاعي واجيب ورقه الومنيوم. الصاج بتاعي ورقه الومنيوم، وهنا عندي زي ما انت شايفه الحشو بتاع السبرينج. الخضار كله الالوان، هي كلمه السبرينج عشان ايه؟ عشان الربيع. الربيع. الربيع يعني ايه؟ يعني الوان، صح. يعني عندي خضار الوان. تعالى بقى بص اهو، توم مهروس، زنجبيل طازه مبشور، وبعد كده شويه ملح وشويه فلفل مجروش، واروح جاي اهو جايبه جزر مبشور، وجايبه كرنب ابيض يا ولد، وجايبه فلفل الوان. بص الدلع ودلعني. وكمان معانا على الشاشه مقادير الستيك بصوص المشروم. بص كده تمام كده تمام قوي. اجيب صاج واطلع فيه اللحمه. بص اللحمه عامله ازاي؟ ده على طول ما خدتش على طول، هي ده قطعه. بص بقى التركه اللي انت شايفاها. اه بصي بقى اسقي بقى يا حسني.
الله حكاية. اقفل عليها يا لميس. الومنيوم فويل وندخلها الفرن 10 دقايق على درجة حرارة 200. يعني الستيك بيتعمل في الفرن؟ اهو لا التكة دي اهو. اه لازم اهو كده. بصي على ما تعملي الصوص هنا بندخله على الفرن وهو سخن ومقفلاها كده. تمام. ارجع هنا اهو للصوص. هنا الحشو بتاع السبرنج. بص التفاصيل بدا يدبل اهو، كله يخش ببعض. ملح وفلفل خشن برضو. عايزه تحطه يا ندى؟ صباح الفل يا ندى.